استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقالت مصادر في غزة إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة لقصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات. جاء ذلك فيما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهية وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة. وأكدت وسائل أعلام تابعة للاحتلال مقتل 10 عسكريين صهاينة خلال عملية إسرائيلية في شمال القطاع استمرت 20 يوما. من جهتها أعلنت المقاومة الفلسطينية استهدافها 8 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في عمليتين برفح إلى جانب قصفها غلاف غزة، في حين استهدفت سرايا القدس آليات للاحتلال وقصفت تجمعات لجنوده بقذائف الهاون. وأقر جيش الاحتلال بمقتل جنديين في المعارك.